كل سنة وانتم طيبين. بالمناسبة الحلوة دي، النهاردة عشية أحد الشعانين، ولما ندخل في أحد الشعانين يبقى كده دخلنا في أسبوع الألام، وأسبوع الألام له هدف. هذا الأسبوع هدفه في النهاية خالص هو القيامة، فكلنا وإحنا في أسبوع الألام بصين على القيامة بتاعة المسيح. الحقيقة أحداث النهاردة اللي حصلت، أحداث النهاردة مقدمة لأسبوع الألام. نلاقي إن الحدث الكبير بتاع النهاردة هو إقامة لعازر. اللي حضر معاه القداس النهاردة يكون سمع القرايات عن لعازر اللي كان مريض، وبعت الأختان مريم ومرثا أو مرثا ومريم، قالوا له لعازر الذي إيه؟ ها؟ الذي إيه؟ اللي إيه؟ ها؟ الذي يحبك؟ الذي تحبه؟ لعازر اللي أنت إيه؟ بتحبه مريض. فيقول إن المسيح له المجد اتأخر في المكان ده، وعبال ما راح المسيح له المجد كان لعازر مات بقاله كم يوم؟ 4 أيام. فبسبب هذه المعجزة أن المسيح لما قوم لعازر، المسيح له المجد، اليهود ما طقوش بقى خلاص. يبقى كأن المسيح صلب وموته عشان إيه؟ عشان إيه؟ سبب المباشر أنه قوم مين؟ لعازر. لغاية كده ما طقوش بقى، قال لك أنت كمان بقى يعني إيه؟ هتكسب الناس كلها وتقوم الراجل دوت لعازر اللي مات. ما قدروش يقولوا حاجة على المعجزة، معجزة كبيرة جدا. لما فتحوا القبر قدام الناس كلها، مش شاهد ولا اتنين ولا تلاتة، جمع كبير جدا، الجمع كله جري يشوف هيعمل ايه ده، هيقف عند القبر ويعمل ايه. فقال لهم ارفعوا الحجر. لما رفع الحجر فالريحة طلعت، دي شهادة ان ايه؟ ان الميت اللي هنا في ميت بجد، والميت ده ايه؟ لانهم حاطينه، اللي حطوه بايديهم الميت ده قد انتن. فشهادة ان في ميت والميت ده قد انتن. وشهود كتير، مش مريم ومرسى بس، لا، ناس كتير موجودة. والمسيح بيقول لعازر هلم خارجا، والميت بيخرج قدامهم بربطته بلفته. الطقس اليهودي او العاده اليهوديه في التكفين، زي ما المسيح كان تسمعه عن كفن المسيح كده، الكفن محطوط بطريقه معينه وملفوف بحيث انه هو يعني مغطيه كله ولفه مربوط بمنديل. فهنا هو شهاده اكيده ان الراجل ده كان ميت. طبعا اليهود ما طقوش، وعشان ما طقوش مسكوا المسيح له المجد، قالوا بقى لا بقى مفيش فايده غير ان احنا نصلبه. كانوا مستعجلين جدا، مستعجلين ان هم يصلبوه. في الاول قالوا لا يكون شغب في العيد، فاحنا نصلبه بعد العيد. وبعد كده قال لك لا مش طايقين، فابتدوا يفكروا ازاي حد يسلمه ليهم قبل العيد عشان يخلصوا منه قبل العيد. يبقى اذا نطلع من هنا بحاجه، موت المسيح وصلبه بسبب ان قوم مين؟ لا، قومنا انا وانت وانتي، مش لعازر بس. يبقى المسيح مات ليه؟ عشان يقومني انا وانت وانتي، ويقومنا كلنا، لان هو كان جاي كده. الحقيقة لعازر ده رمز للبشرية اللي قومها المسيح ومات عشان قومها. يبقى بموته قامت البشرية. خلي بالكم الرمز هنا. يبقى إذن المسيح له المجد مات. ليه المسيح مات؟ ابن الإنسان قد أتى لكي يخلص كل إيه؟ من كان ضالا، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يبقى أسبوع الألام اللي داخلينه الألام دي بسببي أنا،
الألم بتاع المسيح بسببي أنا، مات عنا. المسيح مات عننا، المسيح مات عننا، مات عننا الموت اللي أنا مفروض أموت. لعازر قام والمسيح مات. المسيح له المجد، يبقى لعازر قام والمسيح مات على الصليب. لكن في فرق بين موت لعازر وبين موت المسيح كبير خالص، بين ده وده. عايزين نفكر مع بعض كده. لعازر مات ليه؟ المسيح مات حب، لأنه قال لي سلطان على نفسه أن أضحى وأن إيه؟ أنا أخذ، مش بمزاجكم يعني تاخدوني كده تموتوني بمزاجكم، لا، ده لا، أنا ليا سلطان. لما جولوا يقبضوا عليه في البستان قال لهم من تطلبون؟ قالوا له إيه؟ يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. لما قال لهم أنا هو اللي حصل؟ وقعوا ورجعوا لورا، وبعد شوية قالوا وقعوا، لكن المسيح قال لهم طب سيبوا هؤلاء، سيبوا هؤلاء، لأنه ما كانش عايز حد، عايز يسيبنا إحنا نتساب وما نموتش وهو اللي يموت مكاننا. فإذا فرق كبير بين موت المسيح وموت لعازر. والعازر مات ليه؟ فكروا معايا، إحنا عايزين بندردش أكتر من إحنا بنتكلم. ليه مات لعازر؟ مات ليه لعازر؟ إنه بني آدم، وأي بني آدم كان لازم يموت، لأنه قال موتا إيه؟ ها؟ مش معايا ولا إيه؟ أنتوا نايمانين. لعازر مات ليه؟ قال موتا تموت. وليه الإنسان موتا يموت؟ عشان الخطية. فإذا الخطية هي سبب الموت. الخطية بتاعت لعازر هي بسبب الموت. خطية كل إنسان هي سبب الموت بتاعه. طب المسيح لما مات؟ لا، المسيح مش ممكن كان الموت يمسكه. لن يرى قدوسك إيه؟ فسادا. لن يرى قدوسك، قدوسك مش ممكن يكون يشوف فساد. جسده حي جوه القبر، صح ولا لا؟ ها؟ لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فإذا المسيح لم يرى فسادا. يعني المسيح لما مات انفصلت روحه عن جسده، لكن اللاهوت كان متحد بنفسه أو بروحه ومتحد بجسده. فإذا موت المسيح يختلف عن موت مين؟ لعازر خالص. لعازر عشان كده لما مات اللي حصل نتن، في ريحة نتانة طلعت، في دود ونتانة، عشان ده بسبب الخطية. لكن المسيح لا، المسيح له المجد غير كده خالص. ها؟ المسيح له المجد غير كده خالص. قاموا القبر ايه؟ مغلق. الحقيقة الخطية هي سبب الموت. كنتم أمواتا، يقول كده في رسالة أفسس يمكن أصحاح 2، كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، يقول كده أصحاح 2، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. يبقى احنا أموات بالذنوب والإيه؟ والخطايا. الخطية انفصال عن الله، عشان كده الإنسان اللي بيخطأ اللي بيغلط بينفصل عن الله، كأنه بيقول لربنا أنا إيه؟ مش عايز أبقى معاك. لو ما تابش ورجع هيموت موت نهائي، هيموت على طول. لكن ناخد بالنا أن لعازر كان مريض الأول. يعني إيه كان مريض لعازر؟ يعني إيه لعازر كان مريض الأول؟ مريض بمعنى أنه هو لسه ما ماتش خالص. إمتى الإنسان يبقى مريض روحيا؟ لما يبتدي يخالف ربنا. أقول لكم قصة عجيبة في الإنجيل معروفة عن شاول الملك. شاول الملك كان ماشي غلط، مش ماشي مع ربنا، مش حسب قلب ربنا زي داود، فكان بيغلط ويلخبط. فعند ربنا كم مرة وصميل يكلمه، وبعد كده هوت
يقول الكتاب المقدس أن روح الرب فارق إيه؟ شاول. فبغته روح رديء. يبقى هو كان مريض لما كان بيغلط في حق ربنا، يرجع يتوب أو كده أو يرجع تاني يبقى كويس. ربنا بقول له خلي بالك من نفسك بقى، جه في وقت من الأوقات بعد عنكم مصر على الغلط، يبقى هنا هو اللي هيحصل، الروح يفرقه. لما فرقه الروح يقول فبغته روح ايه؟ رديء. فالمرض الروحي ان انا اكون بقع في خطايا ولسه هي حبة وحبة، يعني بقوم وقع بقوم وقع، حابب ربنا بس بقع في حبة خطايا. لكن نفرضه في عناد على طول وخطية على طول، يقول الكتاب المقدس لا تطفئوا الايه؟ الروح. اوعوا تطفوا الروح اللي فيكم، الروح اللي فيكم اللي بيتوبكم. الانسان المصر على خطيته هيموت خالص. بمعنى ايه يموت خالص؟ يفرق روح ربنا، عمل الله فيه يسلمه ربنا لذهن مرفوض وفكر مرفوض، انت ما انتش عايزني انت حر خلاص. فموت لعازر كان رمز لايه؟ لانفصال الانسان كلية عن الله. حاجة خطيرة، حاجة خطيرة ان ايه؟ ان الانسان يصر على خطيته وبعدين ينفصل تماما عن ربنا. يوم يحصل ايه بقى؟ يجي الروح الرديء يبغته، الروح الرديء بعد عنه، يتحكم فيه ابليس، ابليس يتحكم فيه يصيره ويمشيه للهلاك. سمعتوا عن الراجل المجنون بتاع كرة الجدريين؟ ها عارفينه في الانجيل ده؟ يمكن تلاقوه في مرقس واحد، انجيل القديس مرقس واحد. يقول ان كان في القبور، عايش في القبور، وكان يرمي شوية في المية ويشوي، كان ممكن هتلاقوا حاجات زي كده يجرح نفسه، ممكن الشيطان يرمي بعد عنكم اللي عليه روح نجس مرة في المية ومرة في النار عايز يهلكه. فاذا الشيطان بعد عنكم استلمه، زي ما قلنا ان شاول حصل ايه؟ فرق روح الله. فايه اللي حصل؟ بغت روح شرير. عشان كده في الانجيل في ملاك من ملائكة الكنائس، ملاك الكنيسة السردس، بيحذر الله، بيحذر جدا، يقول ايه؟ اكتب الى ملاك الكنيسة التي في سردس، هذا يقول الذي له سبعة ارواح الله والسبعة كواكب، انا عارف اعمالك انك لك ان لك اسما انك حي وانت ايه؟ ميت. كن ساهرا، كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد ان يموت. في بعض يعني فكر يعني ممكن دلوقتي شوية لو لحقت نفسك ومسكت فيا وقبلتني تعيش تاني. معروف في الطب، معروف لما واحد السر يطلع كده الإلهي، أول 10 دقايق ممكن القلب لو قام تاني يعملوا له عمليات ريسسيتيشن اللي هي إنعاش وقبلة الحياة، وابتدوا يدلكوا القلب، ممكن القلب يشتغل، ممكن في بعض الأحيان. فأحيانا الإنسان من بعده عن ربنا يبقى بعيد وفي أمل لسه. شدد الذي بقى الذي هو عتيد أن إيه؟ أن يموت. فالمسيح عايز يحيي الإنسان ويقومه من الموت. لكن لو بعد 3/4 ساعة ما نجحتش عمليات، أو الوقت فات 3/4 ساعة، فات نص ساعة، فات، ما نجحتش عمليات الإنعاش دي، يحصل إيه بعد عنكم؟ بعد شوية تطلع شهادة وفاة. طب لو طلعت شهادة الوفاة يودوه فين؟ مكانه فين؟ مكانه مش مع الأحياء، مكانه مع إيه؟ مع الموتى. يعني إيه واحد مات؟ يعني ينفصل عن أرض الأحياء، ينفصل عن الخير كله، عن القديسين، عن ربنا. مكانه يبقى ايه؟ مكانه بعد عنكم يبقى ايه؟ في القبر. ايه القبر ده؟ القبر ده معناه لانفصال الظلمة الخارجية، حيث البكاء وصريل الأسنان، حيث الشيطان. عشان كده الشيطان كان يرمي بعد عنكم اللي عليه، الشيطان يرميه فين؟ في القبور.
ايش معنى القبور؟ ايش معنى ده؟ رمز. رمز ده ان ايه؟ ان اللي هيموت هيروح القبر ويبقى الشيطان هناك، هو هناك الشيطان. عشان كده جهنم او الظلمة الخارجية فيها ايه؟ فيها ابليس وجنوده، فيها الشر كله، ما فيهاش راحة، حيث البكاء وصرير الاسنان، البكاء وصرير الاسنان. فاذا المسيح له المجد، عايز يحييني قبل بعد عنكم ما اللي باقي يضيع خالص، الامل ينتهي خالص. وممكن ربنا يسيبني؟ مش هو اللي يسيبني، لا، انا اللي هرفض، انا اللي مش هقبله لو انا ما قبلتوش، وانا اللي هقبل لو ما قبلتوش. بعد عنكم يحصل ايه؟ ورفض الانسان مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يقول يا اورشليم يا اورشليم يا ايه؟ قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين الي، كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريده. وبعد عنكم يجي الكلام الصعب، وذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. فاذا الفرصة موجودة، والمسيح جه مخصوص للعازر عشان يقيمه، العازر اللي هو انا، ومستعد يقيم، لكن الفرصة ديت لها انتهاء. عشان كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول يقول ايه؟ اجعلوا اختياركم، دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني ايه؟ يعني الواحد في الدنيا دي بيختار، قد يختار الحياة الأبدية، وفي النص ممكن بيقع ويقوم، بس هو مختار، كل ما يقع يقوم تاني، كل ما يقوم تاني، هو كده الاختيار. مهما كان انا عايزك يا رب، اختيار ثابت على حسب الاختيار اللي اختاره هياخد. او بعد عنكم واحد، ربنا كل ما يحذره كل ما يأدبه، زي الرجل المفلوج ده اللي قال له لا تعود تخطئ، لا لا يكون لك ايه؟ الشر. قالوا لغاية عنده وقومه وهو مفيش فايدة. فهنا هو اختياره ثابت، ان انا عايز الايه؟ ان انا عايز الموت مش الحياة، فبالتالي هو اللي عايز الموت. فاذا المسيح بيجي ومستعد يجي زي ما جه للعازر ومات علشان خاطر العازر، يقوم العازر، العازر اللي هو انا وانت وانت وكلنا. لكن هل انا اخترت المسيح له المجد وعايزه بجد ولا لا؟ لو انا اخترت المسيح بجد وعايزه بجد، ثقوا ان هيكون لي الحياه الابديه، ثقوا ان هيكون لي الايه؟ الحياه الابديه. لو اختياري انا عدت ايه يعني، اتمادى في الشر، بعد كده يبقى بعدنا عنكم الحياه الابديه مش هتبقى للانسان. ربنا يحفظك ويحفظنا. فعشان كده لما بتغلط بتتوب وتقوم ولا لا؟ عارف انك مريض وعارف مرضك، وتبعت للمسيح بسرعه تقول له حبيبك اللي بتحبه عايزك، مريض ولا لا؟ الاختين بعته يمكن بناء على طلب مين؟ على طلب لعازر، قال لهم الحقوني انا تعبان. فبعتت الاختين للمسيح الذي تحبه مريض، تعال بسرعه. هل انت بتبعت له وتقول له تعال بسرعه؟ ولا انت ما انتش عارف انك مريض من اصله؟ اخطر انواع الامراض هي ايه؟ اخطر انواع الامراض هي المرض اللي الانسان مش عارف المرض دوت كامن جواه، وبياكل فين؟ في جسمه بدون ما بيدرى. فاذا موقفك ايه يا لعازر النهارده؟ ماسك في المسيح وتقول له اللهم باسمك خلصني يا رب، انا شايف في حبه كذب داخله عليا ومتحكمه فيا، انا شايف افكار وحشه وحبه احقاد جوه قلبي، خلصني يا رب، تعال يا رب اشفيني. مش اعتباطا ان الكنيسه كل يوم الصبح ما عدا يوم السبت بتصلي اوشيه اسمها اوشيه الايه؟ المرضى. اوعوا تفكروا ان الكنيسه بتصلي الاوشيه دي عشان الناس اللي عنده الكبد واللي عنده القلب، لا، مش بس كده، بتقول امراض نفوسنا يا رب اشفيها.
وتقول الذين في العاصف والذين النفوس المتضايقة، وتقعد الكنيسة تطلب من أجل نفس، كل نفس عايزة المسيح يشفيني، المسيح يشفيني من خطيتي. لو أنا مصمم بقوم تاني هيجي المسيح يقول لي ماذا تريد أن أفعل بك؟ أقول له يا رب أنا أبرأ. يقول لي ده أنا أبرئك وأخففك، ولو مت حتى لو مت أعمل فيك إيه؟ أحييك. الأختين بعتوا للمسيح، الأختين دول رمز لمين؟ للكنيسة. هل بنحس بإخواتنا؟ هل بنحس بإخواتنا إن إخواتنا ده مريض، ده بعيد عن ربنا، ده تعبان، بندينه لما يكون في حاجة زي كده ندينه، ولا نبعت للمسيح ونقول له تعالى رب اشفي فلان؟ ها؟ فأمراض الجسد ساعات نبقى مهتمين قوي ونقول له، نقول لك فلان تعبان ونجيب ورق قد كده على المذبح. طب لو احنا حاسين واحد بعيد عن ربنا او واحدة بعيد عن ربنا والحياة مهددة انه بيسلك في سلوك هيضره بعد كده، سلوك هيموته، سلوك هيموته، خلي بالكم كل سلوك بنعمله خطأ ده بيؤدي بينا لما اتعافق ما تصوروا. يعني مثلا اللي بيكره تلاقي قلبه في وقت من الاوقات مش طايق الناس كلها، وتلاقي نفسيته تعبانه. نفسيته تعبانه منين؟ في كراهيه جوه قلبه، في كراهيه جوه قلبه، في شكوك ان الكل ما بيحبوش، لانه عايز المسيح يشفيه من الكراهيه دي ويخليه يبص للناس بصه تانيه ونظره تانيه. فاذا محتاج للشفاء، محتاج للايه؟ للشفاء. فاذا احنا مفروض نلاحظ نفسنا وناخد بالنا من نفسنا، انا ماشي ازاي وبعمل ايه وبتكلم ازاي، واخد بالي لو انا مريض اصرخ اقول له تعالى شفيني. طب لو مت المسيح يجي لغاية عندي ويقومني، يعطي حياة. المسيح قال لمريم ومرسى لما قالت له، مرسى قالت له ده قد انت، قال لها ايه؟ ان امنتي ترين ايه؟ مجد الله. الايمان، اؤمن يا رب، اؤمن بيك يا رب ان انت يا رب تيجي وتشفيني، وتيجي يا رب تقومني. مش قوم حماد سمعان من حمتها الصعبه، وقوم لعازر، وقوم المفلوج، وقوم ابنه ييروس، وقوم ابن ارمله نايين. المسيح بيقول لنا حتى من امن بي ولو مات فايه؟ فسيحيا. ولو مات، ولو مات فسيحيا. مات بالجسد او مات حتى بالايه؟ بالروح. لو ايه؟ لو الانسان ده انا مستعد اقيمه، المسيح ما عندوش مشاكل. في رؤية كانت جميلة في سفر حزقيال، قال حزقيال ربنا روح البقعة، البقعة دي حتة ارض فيها عظام كتير. قال له ايه دي؟ قال له دي عظام. قال له عظام يابسة. يابسة دي معناها انها ماتت من ايه؟ من سنين طويلة ونشفت خلاص، ما فيهاش اي لحمة او اي حاجة بوائي، عظام جافة. فقال له اتحيا هذه العظام؟ فقال له اتنبأ، قول العظام ان هي ايه، اتنبأ العظام. فالعظام جت جنب بعض في ارتعاش كده وابتدت تكون الهيكل العظمي بتاع الانسان. قال له قول بعد كده للايه؟ للاعصاب، وبعد شويه للايه؟ للحم، وبعد شويه للجلد، وبعد شويه للروح تدب فيها، ودبت فيها الروح تاني. هكذا الله قادر ان يديني حياه. بنسمع عن ناس كانوا بعاد عن ربنا جدا جدا جدا، ناس ما يعرفوش المسيح وكانوا بعاد عن ربنا، جم ازاي للمسيح؟ المسيح يزلزل. مش سمعتم عن الزلزال اللي حصلت يوم الجمعه العظيمه؟ كثيرين من أجساد الإيه؟ بينما المسيح بيموت على الصليب كثيرين من الراقدين قاموا ودخلوا المدينة المقدسة، والناس شافوهم، عرفوهم الناس. فإذا المسيح عايز يديني الحياة. الأسبوع ده يساوي كده، المسيح عايز يديني الحياة. لو كان المسيح عايز يديني الحياة والمسيح بيموت عشان خاطري، هل أنا أقول له يا رب أنا مش محتاج الحياة الحمد لله، ده أنا الحمد لله أنا كويس، ولا أعرف ضعفي وأعرف خطيتي وأسمع كلام الإنجيل اللي بيقول لي إيه؟ كن ساهرا وشدد ما بقى
الذي هو عتيد أن يموت كن ساهرا. خلي بالكم الآية، أقول لها كل آية دي تانية، ريت لو نحفظ الآية ونطلع بيها يبقى حلو خالص. كن ساهرا وشدد ما بقى، الذي هو عتيد أن يموت. كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن إيه؟ أن يموت. كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو إيه؟ عتيد أن يموت. اليهود أنكروا أنهم محتاجين للمسيح، قالوا لا احنا مش عايزين المسيح دوت، مش هو ده المسيح اللي احنا عايزينه. كانوا عايزين مسيح بدماغهم هو، المسيح يمشي زي ما هم عايزين، مش هم يمشوا زي ما المسيح عايز. عشان كده ما خدوش الخلاص. لكن انا مفروض اقول له يا رب ارتب اعمالي تبعا ليه؟ لاقوالك. انا رب انت جاي تديني الخلاص. بيقول كده ماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطانيه؟ عايز مني ايه يا رب اعمله؟ ربنا عايز مني اعمله ايه على احسناته وبركاته؟ فقال حاجه ايه؟ قال ايه؟ كاس الخلاص اخذ. ها؟ كاس الايه؟ الخلاص اخذ، وباسم الرب ادعو. اسم الرب ادعو امجده واشكره واعيش معاه. لعازر لما قام الموت عمل وليمه في اليوم اللي زي كده، ولما عملوا الوليمه كانوا بيمجدوا المسيح، والمسيح قاعد في وسطهم فرحانين بالمسيح اللي في وسطهم، لانه المسيح قومه، مش قومه بس، وتمتع لعازر بالمسيح وبقى مع المسيح على طول. والعازر ده بقى فيما بعد اسقف عظيم ورجل من رجال الكنيسة. فاذا علي ان انا ايه؟ كأس الخلاص ايه؟ اخس. الاسبوع ده المسيح له المجد، بيتمم خلاصنا، بيعمل ايه معنا في خلاصنا، بيصلب علشان عشان خلاصنا، وبيتألم عشان خلاصنا، وبيتلطف على وشه عشان خلاصنا، يقول له تنبأ من ضربك، ويتف عليه عشان خلاصنا، وشال كل خطايانا، شالها هو المسيح. فهل المسيح يبقى كل ده بيعمله وانا اروح انام؟ المسيح بيقول في البستان للتلاميذ اما قدرتم ان تسهروا معي ايه؟ ساعة واحدة، مش تسهروا معايا. فقريت نسهر في البسخات صبح بالليل كل وقت، وخلاصنا يبقى قدام عينينا الخلاص اللي قدمه المسيح. احنا بنحط صورة الصلبوت ونفضل نمجده ونقول المجد لك، المجد والقوة والبركة والعزة. فاذا مفروض ده ما يبقاش لسان بس، مشاعري وقلبي وفكري، قول يا رب خلصني. الله يعطينا ان احنا ايه؟ اقول الايه تاني، شدد ما بقى الذي هو عتيد ان ايه؟ كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد ان يموت. ها؟ شدد ما بقى الذي هو ايه؟ عتيد ان يموت. كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد ان يموت. لإلهنا كل مجد وكرامه الان لاباد الاباد كلها، امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره القداس الاولاني من 5 تحت، والقداس الثاني هنا من الساعه 6 بنعمه ربنا، باذن ربنا. وان شاء الله يبقى ايام مبروكه عليكم، كلنا نمسك في الايه؟ في الكنيسه وفي الصلوات. سيبكم من المشاكل، فلان زعلني وفلان قال لي، سيبكم من العيد هنعمل ايه وهناكل ايه وهنلبس ايه، والمشاكل الكتيره والاهتمامات الكتيره. يا ريت نهتم بس بخلاص نفسنا. تفتكروا مريم ومرسى قدروا يهتموا بحاجه غير انهم يبكوا بس على الميت بتاعهم؟ انا ابكي على الميت بتاعي واطلب المسيح واقول له تعالى الذي تحبه مريض ويمكن مات حتى، الحق قومني يا رب. ربنا اللي احنا كل مجد وكرامة من الان لأباد لأباد كلها، امين. في طفتون اسمين انصفتو ان ايهو ما تونس بايد باشويس ايسوس في اطف خوز في فنجبيبت هو صناخ نتت شو سي فاي بيب روم بسرائيل افز مروت جفي اس يوخن مراني مبشوي سنتني
قوم جافز مروات جافيات نام بشيري نام باب نام تيتري يا سجي كفولتن اوشتم ستنتي اوناس أبينا الذي في السماوات قدس اسمك ليأت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا قد أعطنا يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك مخلص بارس صوص بن شويس Ifalasimonto kiriu tlenati eno bion sokirie vos khomen si umitavovo amin erine bosie ketom nevmati yeso ayo sayyid rabbi yeso al masih ibn al wahid wa kalamat allah al ab alladhi qata'a kull rubatat khatayana min kibr alam al mukhallis alladhi nafakh fa talamizu qaddisin wa rusul mukarramin qala min qabl al ruh al qudus ma lawfartum khatayam wa fartam min amsaktum wa amsakat ant al an ya rab من كبر رسلك الأطهار أنعمت الذين يمنون في كهنوت في كل زمان أن يغفروا خطايا ربك ويحلوا كل بطلة الظلم نسألك يا ربنا عبيدك آبائي كهنة آبائي إخواتي وضعفي هؤلاء منحنين برسوم وقتك الأقدس أقطع يا رب عنا كل ربطات خطيئنا كنا أخطأنا ليك يا رب شيء بعيد مغير علم جزع قلب الكول أو بالفكرة أو بالفعل أو بسير القلب أنت سيد عارف ضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم إنا عملنا غفرا خطيئنا باركنا طهرنا حالنا حال كل شعبك املانا من خوفك ومن رضا قداسة نرسلك في كل مكان امين كيريانايسون 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 امين الليل راشن يفسي انتي فاكي تشيروت اووسيل هب غربي اورو افني وافطالية اوجن اوسك افوسي رفقا قفني الوي جو صنا خني تتشوز واي بيب اورم باسرائيل زوك سابتري كي ايو كي اغيوم نفماتي اي طفئي انجيبن شوي سيسوس بخريسوس اي تفاكي انتي يروسالم اقو كيفو اني اغرافي انتي بصوت ببروفي تسعاني الوي فاي هم فاي جو صناق نيت تشوز فاي بي اب اورم بس اسرائيل كينين كاي كستوس ايون اصطن ايون من تنوشي فونين قو ام وشي او بن شوي سيتوز بي ريسوس ابشيري ام منو تفشيقون ايرو سليم صوت امون وون اي ناين كيريا لي سوين كيريا لي كيريا فلوغي صن امير اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي طانيا كون ايفول قو ام بي اسمو بخريستوس بنوتي آمين استشوبي يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطيئنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأت ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الله خبزنا الذي قد أعطينا يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد آمين والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امدوا بسلام سلام ربكم معكم